كشف تقرير فرنسي عن المكافأة الضخمة التي سيحصل عليها النجم الفرنسي كيليان امبابي بعد التوقيع مع نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال مجانية. ووفقا للتقرير، فإن امبابي سيحصل على 150 مليون يورو من ريال مدريد كمكافأة للتوقيع، وسيتم تقسيمهم على سنوات عقده الخمسة. تأتي هذه القيمة المرتفعة لأن امبابي انتقل مجانا إلى الميرينجي في باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يكلف النادي الملكي شيئا.